سيرورة لمشروع مقهى الليوان في سوق الناصرة القديم، استقبل جزءاً من أعمال الفنان التشكيلي خضر وشاح، حيث حاول معرض لوحات تشكيلية تكلمت كل لوحة عن قصة امرأة قتلت تحت ما يسمى بشرف العائلة. الأعمال تعرض كمجموعة واحدة، يعني كل الأعمال كأنها عمل واحد اللي بيحكي عن قضية واحدة، لقضية قتل المرأة. وهنا استعمل تقنيات مختلطة في عن هذا الموضوع بالذات، استعمل أبات الفساتين المطرزة تبعت النساء الفلسطينيات، وبكل واحدة حط رقم. هذا الرقم هو عمر المرأة اللي قتلت لأسباب عادة تسمى خلفية شرف العائلة. وطبعا هو ساخط على الموضوع كثير، وهو كمان له تجربة، حدا من قرايبه كمان انقتل، يعني مرأة انقتلت لنفس السبب، أثر عليه كثير. وهذا رد فعل الفنان على الموضوع. وفي كمان لوحات ثانية بتخص اللاجئين اللي هي معمولة بتقنية ثانية، اللي في كمان تلزق قماش مطرز عليها، ولكن في استعمال للون. حوار ما بين الفنان خضر وزوار المعرض أكد فيه عن إصراره بخلق أعمال جديدة تتكلم عن القضايا الإنسانية التي يعيشها المجتمع الفلسطيني. تميز رهيب من ناحية قضية الجرأة كفنان في، خلينا نقول، في وسط مجتمع اللي هو بدوي، مجتمع اللي هو محافظ، وعنده هاي الجرأة انه فنه يتحدث عن قضية قتل المرأة واستهجان المرأة واستبعاد المرأة وكل هاي القضايا من عنف المرأة. ضعيني إذا ما رجعت وقودا لتنور دارك وحبل غسيل على سطح دارك، كلمات لمحمود درويش وفنانون آخرون اجتمعت فيه لوحات المعرض، كأنهن يتكلمن بصوت واحد عن القضية ذاتها، وفي مقابلهن ناظر أو شخص عابر.